أخبار اليوم. أنا جاي من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان عشان نراقب الانتخابات، محدش يدعي إن له علاقة بيا في المرشحين. أستاذ محمد، إنه أنا وأنا جاي بورسعيد فوت على أبو خليفة، فوت على القاهرة الغرب، كان التصويت إلى حد ما يعني معقول، يعني مثلا بيبقى فيه 2000 أولوية، لغاية النهاردة كان فيه 500 أولوية، لكن بورسعيد يعني فعلا أنا مستغرب جدا من إنه التصويت بهذا الشكل، ودي ضروري تدرس كويس قوي، لانه ما ينفعش ابدا ان تبقى انتخابات برلمانيه ويبقى التصويت بتاعها بهذا الشكل. يعني انت لما تخش لجنه فيها 2700 فتلاقي اللي صوتوا 50 او 100 ده ما يسمعش. طب حضرتك بما انك على علاقه قريبه باهالي بورسعيد واعتبر منهم، ايه هي الاسباب اللي حضرتك شايفها ان هي بتدفع الاهالي بورسعيد ان هم يعزفوا عن الانتخابات البرلمانيه؟ لان هم شافوا ما فيش شخصيات يعرفوها او كانوا ليهم علاقه بها موجوده على الساحه. الحاجه الثانيه الفضائيات اللي حصلت. الحاجه الثالثه المال السياسي، اللي عمرنا ما شفنا مال سياسي بهذا الشكل الفج، يعني اللي نشرته الجرايد. كل دي العوامل دي خلت معظم الناس تحجم عن